قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل علي فيكم كمثل الكعبة المستورة، النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. يا أبا الحسن، وأنت أنت الذي لله ما فعل، وأنت أنت الذي لله ما صنع، وأنت أنت الذي لله ما وصل، وأنت أنت الذي لله ما قطع، وأنت من حمت الإسلام وفرته، ودرعت لبدتاه الدين فادرعا. ربيب طه حبيب الله، أنت ومن كان المربي له طه فقد برعا. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.